في إطار تصدي المؤسسات الدينية للحوادث الإرهابية والتطرف والقضاء على الأفكار المتطرفة، حدد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، حدد النهاردة 3 ضوابط للتصدي للإرهاب ومحاولة إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. نتكلم عن هذه الضوابط مع دكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي. مساء الخير دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك يا فندم. ما هي الضوابط، ما هي الثلاث ضوابط التي حددها المرصد؟ أولا نعبر عن تعازينا لمصر وللإخوة المسيحيين في مصابهم الجلل، وده مصاب كل المصريين. وفي هذا الإطار وفي ضوء حالة الاستنصار التي تشهدها مصر بسبب هذا الحادث الأليم، عكسنا في دار الإفتاء المصرية على إصدار مجموعة من التقارير التي تساعد على فهم هذه الظاهرة وعلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التطرف، وخاصة فيما يتعلق بازدراء المسيحيين. عاوز أقول لحضرتك أني من تحديدا من 3 شهور احنا رصدنا 5500 فتوى تزدري المسيحيين، واصدرنا بهم تقرير حوالي 150 صفحة. في هذا الإطار احنا امبارح تحديدا وفي ضوء كلمة السيد الرئيس عملنا اجتماع موسع، وحددنا فيه أطر لضوابط التعامل مع حوادث الإرهاب الطائفي. أول إطار اتكلمنا فيه عن تماسك الجبهة المجتمعية، وإن احنا نأيد الفتنة في مهدها ونتمسك بوحدة النسيج المجتمعي. زي ما حضرتك عرفت قبل كده من خبرين، هذه الحادثة الأليمة بتتصدر جميع صحف العالم. زي ما حضرتك تعلم جيدا الكثير منها فيه يعني أمور مغرضة، والقليل جدا اللي بيلتزم بالحيادية والموضوعية. وإحنا قلنا أن الإطار ده مهم جدا عشان تبقى رسالة في العالم. المحدد الثاني أو الضابط الثاني كلمنا على أهمية تجديد الثقة والدعم والمساندة للجهود السياسية والأمنية والتشريعية اللي بتبذلها الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية والبرلمانية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة. وده حضرتك يا عمرو بيه مهم جدا في هذه المرحلة. والمرحلة والإطار الثالث اللي اتكلمنا فيه، وده بنبذل فيه مجهودات كبيرة، حضرتك هترى منها جهود كبيرة ابتداء من الغد، هي فكرة الرد على أدعياء العلم وأنصاف العلماء في فكرة عدم السماع لفتاويهم المغرضة في نفس النسيج المجتمعي. كيف سيتم تنفيذ هذه النقطة دكتور إبراهيم؟ عفوا تفضل يا فندم. عفوا، يعني كيف سيتم تنفيذ هذه النقطة المهمة برأيي؟ هقول لحضرتك احنا بننفذها على مسارات عدة. رقم واحد، عملنا 17 صفحة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، بنغرق الفضاء الإلكتروني بمواد ترد على هذه الفتاوى المغرضة. عاوز أقول لحضرتك إن احنا دشنا صفحة وهي ماشية كويس جدا منذ هذه الأحداث الإرهابية، اسمها Muslims and Christians are united against terrorism. المسلمون والمسيحيين متحدون من أجل، يعني وصلنا فيها لعشرات الآلاف في وقت قياسي. والصفحة الرئيسية لدار الإفتاء، عاوز أقول لحضرتك من ساعة الأحداث المؤلمة إلى الآن التوتال ريتش اللي وصلنا له ما يقرب من 22 مليون في 37 دولة، بنرد على هذه الآراء المغرضة والفتاوى الشاذة. رقم 2، ان احنا هنصدر غدا ان شاء الله عددين من مجلة ارهابيون باللغة العربية، واللي بتفند فيه كل الآراء الشاذة حوالين تعامل
التعامل مع الإخوة المسيحيين. جبنا حضرتك استقرأنا كل عملنا مسح على الإنترنت ولقينا مجموعة من الآراء الشاذة اللي بتكفر إخواننا المسيحيين، بتحرم التعامل معهم، بتحرم تهنئتهم، بتزدريهم بشتى أنواع الإزدراء. وردينا على هذه الفتاوى الشاذة، وأصدرنا برضو عدد استثنائي من مجلة إنسايت، والمجلة دي حضرتك هي اللي بترد على مجلة دابق الداعشية باللغة الإنجليزية. وبرضو نفس الإطار احنا اتكلمنا فيه على هذه الدعاوي الباطلة، نعم، بشأن التعامل غير اللائق مع الإخوة المسيحيين. دكتور إبراهيم، المجلتين احنا هنمشي فيه، المجلتين دول إلكترونيتين ولا مطبوعتان؟ يعني هما بالأساس إلكترونيتين، لأن العالم زي ما حضرتك تعلم الآن أكيد الفضاء الإلكتروني بيحتل فيه المساحة الأكبر. في الأعداد السابقة لمجلة إنسايت إحنا حصل تحميل لهذه المجلة لأكثر من 600 ألف تحميل للأعداد السابقة. نطمع إن شاء الله بمساعدة بعض الإخوة التقنيين والمسوقين الإلكترونيين إن إحنا نصل إلى 10 مليون تحميل للمجلتين العربية والإنجليزية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم نجم مستشار المفتية.